شكرا سيدة الوزير على التوضيحات والجهود ديالكم، وكنرجع نتسائل على مبدأ العدالة المجالية ونهضر على إقليم ورزازات بوابة الصحراء، لأنه اللي هضر على ورزازات فهضر على تينغير وزاكورة أيضا. هذه المنطقة اللي فيها مؤهلات كبيرة من قصبات وواحات ومناطق جبلية رائعة، وقصر أيد بن حدو اللي تصنف تراث عالمي لليونسكو، مع ذلك تعاني من ضعف كبير للاستثمار السياحي. وكان عارفه، والمشكل أنه كان عارفه فين كاين الخلل السيدة الوزيرة، كاين في برامج التنمية السياحية الفاشلة اللي كانت تعطات الأقاليم الجنوب الشرقي، لأنه لا تنمية للأسف. كاين في مشكل العزلة، طريق تيشكات من سنين وهي كتصاوب لحد الساعة كلها أوراش. كاين في قلة الرحلات الجوية، وهذا الشيء شفتوه معنا السيدة الوزيرة منين جيتو وناقشنا معكم كيف يعقل الوجهة اللي كنراهنوا عليها على العالمية فيها خط واحد دولي مع الدار البيضاء وفي تواقيت غير معقوله ديال نصاصات الليل، او لا باش تمشي الوزارات خاصك تدوز على زاكوره وتدوز 4 سوايع ديال الطائره بحال غادي لاسطنبول. عندنا رحلتين فقط دوليتين مع باريس في الاسبوع. اش من تشجيع ديال السياحه هذا السيده الوزيره؟ واش عندكم شي تصور الفنادق المسدوده سنين هذه واللي كتشكل القلب وديال ورزازات والمنطقة الفندقية واللي كتأثر سلبا على الاستثمار وعلى الجاذبية ديال ورزازات كوجهة سياحية؟ واش ماشي حال الوقت باش ديروا سياسة عمومية شاملة مع القطاعات الأخرى وللنهوض بالسياحة، لأنه كتحقق تنمية وآلاف فرص الشغل للجهات راعية التفيلات ككل؟ وشكرا.